تعالوا دلوقتي نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة، وهنبدأ معاكم من الدولار الأمريكي. وسعر البيع 19 جنيه 44 قرش، سعر الشراء 19 جنيه 37 قرش، اليورو 19 جنيه 42 قرش للبيع و 19 جنيه 34 قرش للشراء، الجنيه الاسترليني 22 جنيه 33 قرش للبيع، 22 جنيه 33 قرش للشراء، فرانك سويسري 20 جنيه و30 قرش للبيع، و 20 جنيه 21 قرش للشراء. اليوان الصيني 2 جنيه 78 قرش للبيع، 2 جنيه 77 قرش للشراء، ريال سعودي 5 جنيه و17 قرش للبيع، و 5 جنيه و15 قرش للشراء، دينار كويتي 62 جنيه 94 قرش للبيع، و 62 جنيه 67 قرش للشراء، الدرهم الإماراتي 5 جنيه 29 قرش للبيع و 5 جنيه 27 قرش للشراء. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب النهاردة، عيار 18 سجل 955 جنيه، عيار 21 سجل 1114 جنيه، عيار 24 سجل 1273 جنيه، وأخيرا جنيه الذهب وصل ل 8912 جنيه. خدناكم في جولة سريعة عن طبعا أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة وكمان أسعار الذهب. هنرجع مرة تانية لأحمد وجمانة عشان نبدأ معكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دي. شكرا.